بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه الطب النفسي الرياضي اصبح من اهم العناصر في المنظومه الرياضيه ككل في العديد كمان من دول العالم. الاهلي كان ليه تجربه كمان مع كابتن مانويل خوسيه في الفتره الاخيره. خلونا على كل حال نرحب ونعرف تفاصيل اكتر وايه الطب النفسي الرياضي وايه اهميته وازاي بيؤثر كمان على اداء اللاعبين من الاستاذ الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي. يا صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. منور الدنيا يا فندم. اهلا بيك وحضرتك. طيب بنرحب بيكم وبنهنيكوا على القناة الجديدة وبنهني جمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة. الله يخليك. سعداء بوجود حضرتك معانا. عايزين نمشي مع حضرتك واحدة واحدة وناخد الموضوع من أوله. ما هو الطب النفسي الرياضي وإيه تأثيره على اللاعبين وإيه تأثيره في مسألة فوز فرق معينة مؤهلة نفسيا بشكل جيد من عدمه؟ كويس. هو الموضوع بيبدأ ببساطة من إنه ابتدوا يفتتوا المدير الفني. يعني زمان المدير الفني كان هو اللي بيمسك كل حاجة. بعد كده بقى المدير الفني بقى في معاه واحد بيعمل التأهيل الرياضي، بقى في واحد بيحلل له الماتشات، بقى في واحد بيعمل التغذيه. لحضرتك شفت اللعيبه من 30 سنه كان هقول لك هو المدير الفني اللي بقى موجود. من ضمن الحاجات اللي بقوا يشوفوها انها بتاثر في الفريق جامد او في اداء اي رياضي هو الحته النفسيه بتاعه، الاعداد النفسي بتاعه. بمعنى ان هذا الرياضي طول الوقت محطوط تحت ضغوط. صحيح. لان اغلبهم بقوا محترفين، مش بيلعب الهوايه بس. طب النهارده اللي بيلعب وهو محترف اكيد محطوط عليه ضغوط، سواء من الجهاز الفني بتاعه، سواء من الجماهير، سواء من مجلس الاداره، سواء من الصحافه، كل الكلام دوت. يبقى بالتالي هو محتاج انه ايه؟ يعرف ان هو يتعامل مع الحاجات دي ازاي. طب هل في رياضي ثابت في مستواه؟ لا. الرياضي دوت ممكن مستواه يطلع وينزل ويبقى عليه ضغوط من اي حاجه، بيتنقل من نادي لنادي، جاي له اي حاجه. تبقى اذا دي كلها منظومه كبيره جدا محتاجين في هذا الموضوع. وعلشان ناكد الكلام دوت، يعني لو بصينا واحد من احسن يعني فرق العالم دلوقتي ليفربول، عنده احسن لعيبه في العالم. لو حضرتك رجعت هتلاقي ان هم في شهر 11 اللي فات جابوا محلل نفسي اسمه لي ريتشاردسون. طب هما جايبينه ليه اذا كان الناس دي عندها احسن لعيب؟ حضرتك شوف بقى الكومنت اللي كاتبه كلوب على هذا الموضوع، يقول لك لا ده هيفيدنا وده هيساعد اللعيبه واللعيبه هتاخده كصديق وتروح تتكلم معاه. بمنتهى البساطه ممكن اللعيب يبقى ما بيلعبش، مدرب ما بيلعبوش بقاله فتره، الطبيعي انه هيبقى اللعيب ده متضايق، هيبقى عنده احباط كمان، هيبقى الطبيعي حضرتك ان انا اللعيب يبتدي يقعد يتكلم مع حد، دوت يديله امل يقول له اعمل كذا، يديله بوش، يبتدي اللعيب يبقى موتيفيتد تمام وعاوز ان هو يرجع تاني يلعب. طب في سؤال، هل مثلا ممكن فريق يحاول من خلال مثلا دكتور زي حضرتك متخصص في الطب النفسي الرياضي ان هو يحلل الفريق الثاني علشان يقدر يعرف نقاط الضعف عند كل لاعب وعلى اساسها ممكن برضو يعملوا الخطه، هل ده ممكن؟ طبعا في حاجات زي كده اهوت ودي بتفرق. يعني مثلا انا ممكن في قرايتي لبعض الماتشات ابقى عارف مثلا اللعيب اللي احنا بنلعب عليه دوت بيتوتر بسرعه، فممكن اقول للعيب بتاعنا يعمل ايه. ومش بس كده اهوت، لو حضرتك عارفه لما دايما بنيجي نلعب مع دول شمال افريقيا في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها موجود فيها في النادي، لعبنا مع تونس، لعبنا مع الجزائر ومع المغرب، هما ليهم طبيعه معينه كده اهوت ان هما يحاولوا يستفزوا اللعيب بتاعنا ويخرجوه عن الماتش. تمام. فدي كان ليها طريقه معينه قلتها وحفظتها للعيب لما يحصل هذا الموضوع ويبتدي يعملها معاك هتعمل ايه؟ قلت لهم ايه يا دكتور باختصار يعني؟ ايه التوجيه اللي قلته في الاطار ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ عشان يخرجك ويضايقك. يبقى ما يجي يعمل معاك كده اضحك في وشه. بالبساطه دي. منتهى البساطه. شفت الموضوع بس شك الدبوس. منتهى البساطه. منتهى البساطه. لو حضرتك رجعت الماتشات دي، لا احنا خدنا انذارات، اللعيبه كانت هاديه جدا واللعيبه الثانيه هي اللي كانت متعصبه. اتفق مع حضرتك جدا. اوكي. ما انت جاي تعصبني، انا رديتها لك، حسيتك ان انا ما في، انت ما فرقتش معايا، ايه اللي هيحصل؟ انت هتضايق اكتر. طب بعيدا عن اللاعبين بقى، طبعا اللي انا هقوله حضرتك عليه ده يعني مبدا ثابت وعام وفي كل فرق العالم، اكيد الجمهور بيبقى لها دور معنوي كبير جدا ومهم نفسيا. وليه انعكاسات يعني تشجيعهم ليه انعكاسات ايجابيه على اللاعبين. الحقيقه جمهور العالم كله كوم وجمهور الاهلي كوم لوحده، حضرتك طبعا اضرب مني، انت عارف دول ناس مش مجرد عاشقين للنادي الاهلي، دول ناس بيتنفسوا النادي الاهلي. بالظبط. فعايز اعرف من حضرتك انعكاسات وقوه تاثير جماهير الاهلي على فريق النادي الاهلي. لا طبعا الجماهير شيء رهيب جدا جدا جدا. ويمكن جت في يعني لما كنت انا الفتره اللي انا كنت موجود فيها لعبنا
ايام ما كان في جماهير وبعدين جت الفتره بعد حادث بورسعيد وابتدينا نلعب بدون جماهير طبعا. فرق سما من عمى يعني النهارده اللعيب لما بيجي ينزل وفي وجود الجماهير بتلاقي اداؤه في الملعب ثلاث اضعاف بلا مبالغه الماتش اللي بدون جماهير وبالذات اللعيبه اللي متعوده تمام يمكن طبعًا. مثلا كتير قوي من اللعيبه دلوقتي بقى وجود الجمهور في حياتها ده حدث تاريخي اللي هم الجيل الجديد من الشباب من اللعيبه اللي هم ما عاصروش في فترات طويله جدا احنا اغلب الدوري بيتلعب دلوقتي بدون جماهير خلاص في خبر يعني اتمنى ذلك استاذ بس اللعيب انما وجوده بيقول لك اللعيب من كلام اللعيب نفسه يقول لك انا كاني نازل التدريب اوكي تمام البوش انك انت تحس النهارده لما تحس اي واحد فينا بيسمع كلام كويس بيفرق في نفسيته بيفرق في نفسيته طبعا لما حضرتك بتحس انك انت النهارده لو انت حضرتك جاي مثلا البروجرام الصبحي وقابلت حد ولا حضرتك البرنامج بتاع امبارح بتاع حضرتك امبارح كان الحلقه كانت رائعه هتبقى نازل النهارده وجاي الحلقه النهارده وانت متحمس ومبسوط طبعا. فطبعا دوت بيفرق جامد جدا جدا في المستوى وهي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم عليها فكره الاعداد النفسي انت احنا كبشر متغيرين في مشاعرنا صحيح. مشاعرنا بتروح وتنزل طب ازاي انك انت تتعلم ان المشاعر دي تحيدها وانت بتلعب ايوه يعني انت النهارده احنا اتكلمنا على جمهور النادي الاهلي بس انت النهارده معرض انك انت تبقى تلعب بس زي ما كنا بنقول تونس ولا الجزائر هتكون جماهير النادي الاهلي هتبقى قليله وجماهير الفريق الخصم هي اللي هتبقى ايه او المنافس هي اللي هتبقى اكتر ازاي انك انت تتعامل مع هذا الضغط ازاي ما تاخدوش ازاي ممكن لعيب بمنتهى البساطه يجيله كذا ماتش ما يبقاش موفق ويحصل العكس ان الجماهير تبتدي الجماهير صحيح. تبتدي تتكلم عنه بطريقه بايخه وبالذات دلوقتي بقى طب. يعني مع السوشيال ميديا وتبص تلاقي التعليقات الكتير طب هل اللعيبه بتتاثر بالكلام ده طبيعي اللعيبه بتتاثر بالكلام ده انا فاكر لما كنت نادي الاهلي تمام كان احد اللعيبه كان ناوي يعتزل بسبب القصه دي بسبب الضغوط الجماهيريه دهيت ورجع واتكلمنا معاه بتوصل للدرجات دي طبعا الجماهير عامل مهم جدا جدا للعيب تمام الترمومتر بتاع اللعيب مش الجهاز الفني ولا الحاجات ده هي الجماهير طب دكتور فكري انا عندي سؤال شويه ممكن يعني يكون عام اكتر التاهيل النفسي لاي شخص بشخصيه عامه يعني ممكن يكون الجزء الشخصي في حياه اي انسان مثلا بيؤثر بشكل ما على او بشكل كبير عليه حتى ممكن امام الكاميرات في الملعب في اي مكان هو بيخاطب فيه الجموع او الجمهور هل هنا مفروض احنا نقول ان التاهيل النفسي ده مفروض ان هو يطبق على اي يعني اي حاجه فيها تعامل مع الجمهور او مع الجموع هو يعني ده حضرتك واقع يعني حضرتك لو شفتي كل الشركات المالتي ناشونال هتلاقيهم عندهم قسم لهذا الموضوع يمكن انا برضو جات لي فرصه من الفرص بدون ما نذكر اسامي احدى الشركه الامريكان القويه جدا جدا تمام وعندهم كانوا عاملين هايرنج ليا وعندهم مازال برضو هذا القسم موجود روك سايكولوجي نتيجه الاسترس نتيجه عندك اي حاجه هو عاوزك لما تروح تشتغل عنده تبقى 100% productive 100% بتتعلم انك تفصل ما بين الحياه المشاكل الشخصيه ويمكن ده في الملعب ممكن ان هو برضو طبعا اللعيبه بيبقوا بشكل اخر يعني في احترافيه اكتر ولكن برضو ممكن يكون اي لاعب بيمر بازمات معينه في حياته تؤثر على ادائه في الملعب هل بقى هنا حضرتك بيبقى ليك دور متابعين طبعا وبعدين اقول لحضرتك حاجه اللعيب اصعب من العادي لان انت حضرتك النهارده ممكن ادي لك اي موضوع تقول طب سيبني افكر فيه انما اللعيب بياخد قراره هو ما عندوش وقت انه يفكر بياخد قراره في ثانيه واحده تمام في وسط جماهير في وسط جهاز فني في وسط الحاجات دي هي ازاي ان هو يعرف يتعامل مع هذا الموضوع طبعا حضرتك كان في الفترات اللي انا كنت موجود فيها كان بعض اللعيبه بتبقى كده اهو تمام وده كان الفرق يعني يمكن انا يعني احد الميزات اللي انا كنت واخدها من مستر مانول وهو كان راجل بيثق فيا جدا جدا ان انا كان سايب لي هذا البراح برؤيتي ان انا النهارده انا ممكن الاقي لعيب كان معين النهارده بعرفه من دخلته على اللعيب بحس ان هو لا النهارده هو داخل في عصبيه في مثلا فاول عادي تبص تلاقيه راح مشوح بطريقه معينه مختلفه عن تصرفاته في كلامه مع الحكم اعرف على طول ان هذا اللعيب في الفتره دي هو بيمر
بضغوط نفسيه. فابتدي على طول بقول له معلش تعالى انا عاوز اتكلم معاك. تمام، احنا محتاجين حد قبل الهوا برضه عشان لو في اي ضغوط نفسيه ما تظهرش على الهوا، ده عشان مصلحه العمل والله. وابتدي اتكلم معاه واشوف ايه الموضوع، هو مضغوط من حاجه، سواء حاجه شخصيه عنده في البيت او حاجه في النادي او اي حاجه من الحاجات دهيت. والحمد لله كان ربنا بيكرمنا والامور كانت. طب انا عايز اسال حضرتك على يعني بعيدا عن الطب الرياضي او الطب النفسي الرياضي، عايز اسالك بشكل عام، هل استقبال الناس لفكره الطب النفسي والعلاج النفسي عند اللزوم اختلفت شويه عن زمان؟ كان في مرحله من المراحل يمكن قبل ثوره الانترنت كان في ناس كتير تعتبر ان اللي بيروح لدكتور او طبيب نفسي ده لازم يكون ملاسوع، فراح يتعالج عقليا مش نفسيا. صحيح. فهل يعني الموضوع ده فك شويه؟ كويس. هو حضرتك يعني نولب دعابه مستر مانويل الاول جابني فبيسالوه في المؤتمر الصحفي فرد عليهم قال لهم احنا كلنا مجاني. على فكرة دي الكلام حقيقة بس بنسب مختلفة. أنا من الناس المؤمنة بده. بس هي الفكرة، لا هي مش فكرة نسب مختلفة، وفكرة فعلا رؤية الناس للإعداد النفسي وللطب النفسي اختلفت تماما. ويمكن نرجع هذا الموضوع للميديا والبرامج بتاعت تي في، لأن احنا في الأول الناس ما كانتش عارفانا. لما ابتدينا نطلع ونفهم الناس إيه الأمراض بتاعتنا كطب نفسي عام، أو فايدة الإعداد النفسي في حياة البني آدمين كحتة أخرى مختلفة عن اللي عنده مرض، تمام، عنده اكتئاب، عنده توتر، دي حاجة مختلفة تماما خالص بنتكلم عنها. إنما النقطة الثانية الإعداد، إن حضرتك تبقى متضايق أو عندك مشكلة أو عندك أي حاجة مأثرة عليك، دي برضو الفكرة بتاعتها ابتدت الناس تتقبلها. لأن النهاردة في ناس كتيرة قوي ما بقاش عندها رفاهية الفشل. يعني ايه رفاهيه الفشل؟ يعني ان تبقى حضرتك النهارده بتشتغل تحس مثلا انك انت طلعت النهارده في البروجرام يوم والتاني انت مش راضي عن نفسك او جاي لك كومنتس مش كويسه. فانت النهارده اذا انا لو ما رحتش انا احتمال افقد شغلي. فاذا هنا هو النظريه بتاعت الفكره دي اختلفت. ولكن مما لا شك فيه ان ما زال برضه هذا الموضوع يتبع الثقافه. أيوة. ثقافة البني آدم طبعاً. هي اللي إيه اللي بتفرق في إنه يتقبل هذا الموضوع ولا ما يتقبلوش. تمام. يمكن أنا لما رحت النادي الأهلي لو ما كانوش متقبلين يتقبلوه بصدر رحب، ولا ساعات في حد بيحجر مع حضرتك؟ لا في طبعا في يعني أنا لما رحت الأهلي في الأول ما يعني بص حضرتك أنا لما رحت كان الكلام ده في 2011. تمام. فطبعا كانت النظرية بتاعت القصة مختلفة تماما، وبالذات إن أنا كنت أول واحد أدخل هذا المجال. يعني كان في زي استغراب كده في الاول اللي هو وحتى من كل الناس يعني مش بس من اللعيبه من الميديا من كل من الجماهير. طب انت هتعمل لهم ايه؟ انت هتعمل ايه للعيب؟ طيب خليني اعرف من حضرتك بقى الالعاب الفرديه الوضع بيكون فيها مختلف طبعا. ولا خلينا نعرف. بصي حضرتك انت النهارده لو بنقول ان احنا عندنا في اخفاق، الاخفاق ده في اللعبه الجماعيه بتوزع على الجميع بالظبط، انما في الفردي هو متوزع عليا انا. تمام. فهنا دوت بيبقى حاطط عليه حمل جامد جدا. تمام. وهنا هو يعني برضو انا الكلام ده بما ان احنا على الهوا احنا عاوز يعني انصح المدربين اللي بيلعبوا مع الحاجات الفرديه، انت لازم تشيل كل الحمل والضغوط اللي على اللعيب بتاعك. واحنا هنا بنعمل العكس، احنا بنشحن اللعيب بطريقه فوق الوصف. يعني ادي حضراتكم مثال، كان عندنا لعيبه بتلعب في الاولمبياد والمدرب بتاعها قال لها وهي طالعه شايفه الكاميرا دي في كنا ساعتها حوالي 80 مليون، لا 80 مليون مصري بيتفرجوا عليكي دلوقتي. صح صح. هي حطت حمل ال 80 مليون على كتفها. طبعا هو فاهم ان هو كده بيحمسها. كانت النتيجه ان هي في الثلاث محاولات فشلت. الحماس مش مهم، الحماس بيبقى بدري، لما يوم الماتش خلاص انا ما بحمسوش، انا باخده بقول له انت خلاص انت عملت اللي عليك، اهدى بقى انت خلاص. أيوة انت صح رايح بقى صح تلعب، انت زي التمرين بتاعك صح خلاص. تمام. كل انت النهارده بتحمسه زياده يجيب نتيجه عكسيه. زي حضرتك هو نازل دلوقتي عربيه ونازله على منزل وشفتي حضرتك الفرامل بتاعتها هتلاقي العربيه طبعا. هو ده اللي هيحصل. لكن بعيدا عن يمكن طبعا كرة القدم بطبيعة الحال يعني ليها وضع شديد الخصوصية، لكن المنظومة الرياضية في مصر بشكل عام استقبالها وتعاملها مع مسألة التأهيل النفسي للاعبين والفرق بتاعتهم، هل في برضو
يعني استجابة ونعومة كده في التعامل، ولا برضو في فرق معينة أو نشاطات رياضية معينة مش مدركة لغاية يومنا هذا أهمية التأهيل النفسي؟ لا، قدامنا 20 سنة بس. قدامنا 20 سنة لسه؟ ها؟ معقولة؟ ها؟ ليه؟ ما عندهمش. احنا لسه بنقول دلوقتي في ثورة معلومات والإنترنت والفكر الجماعي تجاه الطب النفسي اتغير. طب ليه 20 سنة كمان؟ عشان هي دي الثقافة اللي موجودة عندنا. هقول لحضرتك بمنتهى البساطة، تمام؟ تعال، هل أنت منتخب مصر عنده حد؟ هل في أي فريق، أي واحد في الدوري الممتاز عنده حد؟ مفيش. أنا كانت تجربة أيام مستر مانويل بس. ما تكررش. أنا بشتغل بحاجات فردية واشتغلت في منتخب الكرة النسائية فترة، بس ولكن كلها محاولات فردية. اللجنة الأولمبية مش المفروض كانت الأولمبيات السنة دي؟ هات لي حد من اللي في الأولمبيات كان معاه حد. هو وجود حضرتك معانا النهاردة ده مش يمكن دليل إن اللي جاي يمكن يكون طيب أحسن؟ طيب أنا بقالي 10 سنين بطلع وبتكلم، ولكن أنا هقول لحضرتك على حاجة، هم مش حاطينه كأهمية. أنا هختلف ولو تسمح لي سنة صغيرة. يعني أنا تمام، حضرتك بتطلع كتير لأن الموضوع مهم، يعني الموضوع مهم، ويمكن مش منتشر عندنا زي الخارج، ولكن في نفس الوقت كون ان احنا بنتكلم عليه وقناة الاهلي مع حضرتك وحضرتك معانا النهاردة، فانا بتهيالي ما اشعر يعني ان ممكن يكون ده الصدى بتاعه ايجابي، لان انا اعتقد هذا الملف لا يقل اهمية عن اي ملف تاني بيساعد على الفوز في الاخر. يعني دي وجهة نظري. انا اتمنى ان حضرتك الكلام اللي بتقوله ده يطبق بشكل فعلي، واعتقد ان هي نتيجتها كمان هتبقى سريعة جدا. انا شايفة كده. يا رب. يعني نتمنى ذلك حضرتك، ان هم يعني بمصلحة الكل الحقيقة. بالضبط. يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا، سعدنا جدا باللقاء معاك، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك. ان شاء الله نلتقي معاك مرة تانية ان شاء الله. نورتنا يا دكتور. مرسي لحضرتك. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.